أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير الابتكار برنامجا تدريبيا على تقنيات تصميم الرقائق الإلكترونية الرقمية، إذ يتيح للمشاركين تصميم الرقائق الإلكترونية إلى جانب موائمة تجربتهم التدريبية مع احتياجات سوق العمل. نتابع. بهدف توطين تصميم الرقائق وتمكين الكفاءات الوطنية من الانضمام إلى شركات التجمع الوطني لأشباه الموصلات، أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار برنامجا تدريبيا على تقنيات تصميم الرقائق الإلكترونية الرقمية. البرنامج سيسهم في تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمعارف في تصميم أشباه الموصلات، كما يتيح لهم إمكانية المشاركة بشكل مباشر في مشاريع تصميم الرقائق الإلكترونية إلى جانب موائمة تجربتهم التدريبية مع احتياجات سوق العمل. وأوضحت هيئة الابتكار أن التسجيل في البرنامج متاح للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصي الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب أو ما يعادلها، ويمتد إلى 8 أشهر. يأتي البرنامج التدريبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الابتكار وجهات عدة تدعم صناعة الرقائق في المملكة، مما سيسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميا وأن تكون رائدة في مجال صناعة أشباه الموصلات. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أذكر أن هيئة الابتكار أطلقت برنامج تدريبي على تقنية تصميم الرقائق الإلكترونية الرقمية، وتتيح للمشاركين تصميم هذه الرقائق الإلكترونية لجانب موائمتها أيضا بتجربتهم التدريبية في احتياجات سوق العمل. أيضا هذا البرنامج سيسهم في تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمعارف في تصميم أشباه الموصلات، ويتيح لهم إمكانية المشاركة بشكل مباشر في مشاريع تصميم الرقائق الإلكترونية إلى جانب موائمة تجربتهم التدريبية مع احتياجات سوق العمل. الهيئة قد أوضحت أن التسجيل في البرنامج متاح للحاصلين على تخصص الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب أو ما يعادلها. الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل المؤسسي في هيئة التطوير والبحث والابتكار الدكتور يزيد العسكر. مساء الخير دكتور يزيد، وأهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية دكتور، قبل أن نذهب إلى البرنامج، خلنا نتحدث ونوضح للمشاهد ما هي الرقائق الرقمية. حياك الله دكتور. حياك الله، مساك الله بالخير ومساء الخير على الأخوة والأخوات المشاهدين. الرقائق الرقمية هي مكونات إلكترونية صغيرة تحتوي على مجموعة من الدوائر متكاملة تصمم بطريقة معينة لتشغيل الأجهزة الإلكترونية المختلفة. طبعا هذه موجوده في الاجهزه الذكيه، الحواسيب، الاجهزه الطبيه الحيويه، اجهزه القلب، الذكاء الصناعي وغيرها الكثير من الاجهزه التي تعتمد على التقنيات المتقدمه. هذه الرقائق تصنع باستخدام تقنيات متقدمه تتضمن ترسيب مواد شبه موصله مثل السيليكون وغيرها من المواد الشبه موصله بطريقة وفي بيئة متحكم فيها في الغرف النظيفة أو الكلير روبس. نعم، خلينا نذهب إلى البرنامج التدريبي الذي أطلقتموه. يعني حدث عن هذا البرنامج وتفصلنا عن هذا البرنامج، أهمية هذا البرنامج أيضا. نعم، البرنامج هذا جزء من التجمع الوطني لأشباه الموصلات اللي يهدف لجذب 50 شركة من أفضل الشركات في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية للمملكة، ولدعم هذه الشركات وتوطينها وتوفير البيئة المناسبة للشركات لكي تنجح في المملكة وتخلق منظومة من الابتكار وتوطين هذه التقنيات. تم إنشاء تأسيس البرنامج التدريبي. البرنامج التدريبي مهم للغاية ويهدف لتوفير الكفاءات البشرية وتأهيل 5000 مهندس في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية بحلول 2030. المتخرجين من هذا البرنامج سوف يعني يساهمون في العمل في الشركات الموجودة في التجمع الوطني لأشباه الموصلات. التدريب سوف يساهم في تزويد المتدربين بالمعرفة التقنية، المهارات العلمية اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية حتى يكون لهم مساهمة فاعلة ويكون هناك يعني توطين فعلي لهذه التقنية في المملكة
اللي يعني تشهد نمو كبير على المستوى العالمي، وخاصة بعد الأزمات العالمية اللي يعني كشفت عن أهمية هذه التقنية في سلاسل الإمداد لصناعات أخرى. المستهدفون في هذا البرنامج هل هم المتخصصين في الهندسة الكهربائية وأيضا الهندسة الحاسب أو ما عادلها دكتور؟ صحيح، طبعا يعني الخلفية للمتقدمين يجب أن تكون في الهندسة الكهربائية أو هندسة الحاسب، ويكون عندهم يعني فهم ولو بسيط عن تقنيات التصميم الرقمي، فهم لمبادئ الإلكترونيات والفيزياء الحديثة الخاصة بأشباه الموصلات، قدرة على استخدام أدوات وبرامج التصميم المتخصصة في تصميم الدوائر المتكاملة، بالإضافة إلى بعض المهارات العامة مثل التفكير النقدي، القدرة على حل المشاكل، التكيف مع التقنيات المتغيرة بشكل سريع، والابتكار في تطوير حلول جديدة. نعم، طب ما هي ربما أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها مصمم الرقائق الرقمية؟ زي ما ذكرت لك أخوي، يعني لازم يكون إنه عنده مهارة في تحليل المشكلات، فهم أكبر للتقنيات المتغيرة، التكيف مع المتغيرات في التقنية، وأيضا يكون عنده الخلفية العلمية اللي تساعده إن شاء الله إنه يساهم في البرنامج. طيب، إلى أي حد ربما سيلبي هذا المجال احتياجات الآن سوق العمل لدينا؟ طبعا سوق العمل في مجال شحن الموصلات كبير جدا، وان شاء الله التجمع الوطني لاشباه الموصلات متوقع انه يتلبي احتياجات العمل بالسوق بشكل كبير ان شاء الله، خاصه مع التوجه العالمي نحو التوسع في تطبيقات التكنولوجيات الرقميه وزياده الطلب على المنتجات الالكترونيه المعقده والتي تعتمد بشكل كبير على الرقائق الرقميه وتصميمها. زي ما قلت ذكرت سابقا، الهدف اللي هو توطين 50 شركه متخصصه من افضل الشركات في العالم في تصميم الرقائق الالكترونيه في المملكه بحلول 2030، وتوفير البيئه المناسبه لها من سواء من التدريب، جذب اكثر من مليار ريال سعودي من رؤوس الاموال الاستثماريه والصناديق بالتقنيات العميقه للاستثمار في الشركات، ايضا توفير الوصول الى اكثر من 150 مليون ريال من منتجات الدعم المختلفه المقدمه من الصناديق الحكوميه، وبالاخص البرنامج الوطني لتنميه تقنيه المعلومات NTDB، والهدف اللي هو الوصول والمساهمه في تعزيز الابتكار وتنميه هذا القطاع في المملكه، يعني مما يساهم ان شاء الله ويجعل المملكه مركز اقليمي ودولي لصناعه اشباه الموصلات. نعم، يعني من الممكن أن نكون هنا عندنا صناعة الرقائق مستقبلا؟ بإذن الله، طبعا الهدف من التجمع هو توطين الصناعة هذه بدءا من توطين الشركات وخلق البيئة أو المنظومة حول هذه الشركات، سواء كان من قدرات بشرية، من رؤوس أموال، وأيضا توفير الأسواق، فك الأسواق لها سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، ما يتيح مستقبلا للتقنيات هذه او الصناعه هذه انها تتوسع لاحقا بحكم يعني وجود الشركات هذه اللي ممكن تخلق توسع في سلاسل الامداد. الامداد ان شاء الله في اي المملكه في المستقبل. يعني انا احس دكتور بصراحه، يعني انا عارف انه في مشكله بين الصين والولايات المتحده الامريكيه، انا جالس تحاول الصين انها تصنع اشباه الموصلات والولايات المتحده الامريكيه لا تريد، كانوا في ربما حراك حول هذا الموضوع، والكل يريد أن يصنع هذه الرقائق الإلكترونية وفيه سباق. أنا أتوقع إن شاء الله المملكة ستعمل بشكل كبير بإدارتكم بالتأكيد دكتور. دكتور، خلينا نذهب إلى الاستفادة من الرقائق الرقمية أو أشباه الموصلات في صناعة المواد الأخرى دكتور. طبعا أشباه الموصلات يعني لها سلسلة قيمة طويلة من التصميم اللي هو التركيز في تجمع بعض أشباه الموصلات، إلى التصنيع، إلى التغليف، إلى أيضا يعني تضمينها ضمن أجهزة ومثل الهواتف وإلى آخره، فإسهاماتها راح تكون كبيرة جدا إن شاء الله، ويعني متوقع أنها تلبي إن شاء الله احتياجات المملكة في المستقبل بإذن الله. نعم، كان معنا الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل المؤسسي في هيئة التطوير والبحث والابتكار الدكتور يزيد العسكر. شكرا دكتور يزيد على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل، والله يوفقكم إن شاء الله
من تطور إلى تطور بإذن الله. وإن شاء الله إذا بدأتم في الصناعة، وأنا أتوقع بإذن الله أن الصناعة تكون قريبة، نستضيفك إن شاء الله هنا في الاستوديو إن شاء الله دكتور. الله يعطيك العافية بإذن الله. شكرا دكتور.